من جديد، ووسط استعدادات متكاملة تستعده قرية صباح الأحمد التراثية لاستقبال زوارها مع انطلاق فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي بمشاركة كويتية وخليجية واسعة. المهرجان الذي حقق نجاحا كبيرا في الدورات الماضية ويحظى برعاية سامية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سيشهد العديد من الفعاليات والمسابقات ويستمر لنحو 3 أشهر، وقد بات واحدا من أكبر المهرجانات التي تجمع محبي وهواة التراث في دولة الكويت والخليج. وللمزيد حول أجواء المهرجان ينضم إلينا من القرية التراثية مراسل تلفزيون دولة الكويت رائد الشمري. أهلا بك رائد، نجاح تلو الآخر يحصده مهرجان الموروث الشعبي، كيف لك أن ترصد لنا الصورة مع انطلاق المهرجان في طبعا سنته 10، وما الذي يتميز به هذا المهرجان بهذه السنة عن الأعوام السابقة؟ شكرا لي زميلة باسمة. بالفعل عام بعد عام يتألق يمكن هذا المهرجان، مهرجان الموروث الشعبي، وهذه الأجواء المميزة مهرجان الموروث الشعبي وهذه الأجواء المميزة هنا في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية. للأمانة أجواء أكثر من رائعة، الكل يترقب أمانة. اليوم أصبحت هذه القرية يمكن مزار للأشقاء الخليجيين، وأيضا الفعاليات التي تتنوع وتختلف عاما بعد عام. نتحدث عن هذا الموسم وأكيد الافتتاح والانطلاق مع هذا اليوم منذ الصباح الباكر، يعني شاهدنا وتابعنا حضور معالي وزير شؤون الديوان الأمير الشيخ علي الجراح صباح، إلى جانب أيضا محمد ضيف الله شرار المستشار في الديوان الأميري والمشرف العام على القرية التراثية. جولة في الأجنحة، جولة أيضا للفعاليات الحاضرة، وأيضا الجهوزية الكاملة لهذه القرية التي تتألق باستقبال عشاقها ورواده. المميز في هذا العام أيضا المدخل لقرية شيخ صباح الأحمد التراثية، نشاهد هذا المعرض الرائع، معرض إكسبو بكوادر كويتية وطنية، يعني صراحة تشكر بقيادة الباحث في التراث الكويتي محمد كمال والمؤسس لفريق إكسبو للمعارض الحرفية والتراثية والمبدعين الكويتيين. يسعدني أن يكون بجانب محمد كمال للتحدث عن هذا الحضور المميز والرائع مع دخولك إلى قرية الشيخ صباح التراثية. يعطيكم العافية أبو كمال، عساك مع القوة. مميز اليوم هذا المعرض، ومميز أيضا أن اخترت يمكن المكان في دخول للقرية التراثية. صحيح، طبعا الاستقبال والافتتاح صار خاص بالتراث والحرف والإبداعات الشبابية الكويتية، وأيضا بحضور معالي وزير شؤون ديوان الأميري وأيضا المستشار بديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، وأيضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ كامل عبد الجليل، وأيضا دكتورة تعاني العدواني، أخوي عبد الرحمن المطيري، مجموعة من المسؤولين في كثير من الهيئات وقطاعات الدولة شافوا وانبهروا في عمل أعضاء فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. فوق 80 شخص مع اللجنة الإدارية والتنظيمين عدوا 100 شخص في هذه القاعة، إبداعات يدوية، أصحاب المتاحف الخاصة، نوادر من قطع تخص الموروث البحري والجانب أيضا البادية بشكل كبير، العملات، الطوابع، المهل الكويتية القديمة، العطار، العمارة الكويتية، الكيتب اللي هو الخطاط أو النقاش، الخزاف، النداف، الصايغ، الصراف، الصفار، مهن الكويتية اللي اندثرت راحت رجعناها بإذن الله تعالى بسواعد أخواننا الكويتيين من أعضاء من فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدع الكويتيين، وما شاء الله إقبال جميل. وقاعد نعلم أيضا الكبار والصغار، نذكر الكبار في الحرف أو المقتنيات القديمة، ونعلم أيضا جيل الناشئة والشباب والصغار شنو عندنا من موروث ثقافي واجتماعي أصيل نحافظ عليها بشكل كبير. وما لك الأمانة يعني توقعت هذا التفاعل، يعني اليوم ما شاء الله نشوف الصغير الشباب يحاول أنه يتعرف على تراث أبائنا وأجدادنا من خلال القرية التراثية، وأيضا يعني من المدخل الجميل، أيضا دائما نحب الاستطلاع لأي شخص يعني صحيح. مع البداية صحيح. لا والله ما شاء الله الإقبال كان جميل من أول ما فتحنا الباب الساعة تقريبا بالعشر، بالافتتاح كان حضور جميل، والناس تسأل شنو هالقطع، شنو هالمقتنيات هذه، في استفسارات كثيرة، وأخواني من أعضاء الفريق كباحثين كمتخصصين كل واحد بمجاله، اللهجة الكويتية، مقتنيات مثلا أدوات صيد الطيور القديمة، كل واحد عندنا متخصص في شيء.
وقاعد يجاوب على الجمهور وشباب مستمتعين في بشكل جميل. وايضا مسابقات غطاوي نشوف ايضا الاولاد ممكن شفتهم يفترون توا يعطون على الهازيج الكويتيه القديمه ايضا سواء من بنات او صبيان صغار. فالحمد لله قاعد نحاول قد ما نقدر نحافظ على الارث الكويتي التراثي والحرفي بشكل كبير، وهذا يديدنا. واشكر جميع وسائل الاعلام واشكر تلفزيون الكويت على اهتمامهم بهذا الجانب اللي هو ماضي الاباء والاجداد والحرف الكويتيه الاصيله. اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر، وان شاء الله يعني رؤيه صاحب الكويت صاحب السمو بكويت جديده 2035 كويت مستدامه ان شاء الله، اعاده التدوير التصنيع مثل ما تشوف المقتنيات. قاعد نحاول قد ما نقدر الشغلات المكسره او اعاده التدوير والتصنيع بشكل كبير فيها ونجددها بالمقتنيات التراثيه. كل شكر لك ابو مالك، الله يعطيكم الصحه والعافيه، عساك على القوه. والشكر موصول للفريق المؤسس بقياده محمد كمال الباحث في التراث الكويتي، فريق اكسبو، فريق المعارض التراثيه والحرفيه، والمبدعين الكويتيين، بصمات كويتيه رائعه. هذه هي المستجدات لقريه شيخ صباح الاحمد التراثيه. ايضا يمكن في الخلف لو نشاهد كل المدخل الرئيسي تغير عن السابق، المدخل اصبح الان بالخلف، وايضا تجد الفعاليات والمعارض مستمره، هناك اركان متعدده للاشقاء الخليجيين تضفي جو من اللحمه الخليجيه وايضا الحفاظ على التراث الاصيل للمنطقه الخليجيه، ابتداء اكيد من خلال القريه التراثيه اللي عاما بعد عام تتزين تتجمل وايضا تفرض امانه جمالها من خلال ما نشاهده ونتابعه بتفاعل اكيد الاهالي والاسر وايضا اشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي، بل ايضا حتى المقيمين في هذه الارض الطيبه القادمون للاستمتاع هنا في وسط الصحراء في السالمي في طريق كيلو 59 اليوم الانطلاقه، وستستمر ان شاء الله على مدار 3 أشهر هذه الاجواء المميزه بمشاركه ايضا هذا العام الجهات الاخرى من الدوله. نجد ايضا مشاركه للمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، نجد ايضا هي العامه للزراعه والثروه السمكيه. كل الشكر رائد لجميع القائمين على هذا العمل الجبار والذي سيستمر لمده 3 أشهر من التميز. كل الشكر الى مراسل تلفزيون دوله الكويت رائد الشمري من القريه التراثيه.